فالكنيسة بتقول لنا إيه في صوم الميلاد؟ بتقول لنا كلمة الله المتجسد اللي هي الكلمة الغير مكتوبة تذكار ميلاده. ده ممكن تستقبله هذه الفرحة إزاي؟ ممكن تستقبله هذا العيد إزاي؟ بإيه؟ بالبلالين والبومب، ولا بالكيكة والتورتة واللحمة دايما الكنيسة تعودت إن هي تستعد للعيد بصوم، تستعد للفرح بصوم، عشان الكنيسة دي واعية بشكل يعني حاجة مبهرة. يعني تقول فرح النفس الحقيقي هو الفرح بالتوبة، هو فرح النفس بخلاصها. جبنا الحكاية دي منين؟ من ربنا له المجد، قال السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. فالفرح الحقيقي للإنسان يوم ما يتوب، ويوم ما يتوب بجد، مش يوم ما يروح يضحك على أبونا بكلمتين في سر الاعتراف، ولا يقعد يدردش معاه شوية ويطلع يقول اعترفت، ولا يقعد يحكي له حكاية، ولا ياخد رأيه في مشكلة وفي الآخر يقول له بقى رأي التحليل يا أبونا، ولا يخش ينم على واحد أخوه ولا صاحبه، أو يمكن دي ستاتي شوية تنم على واحدة صاحبتها ولا جارتها ولا أختها. لا، الفرح الحقيقي يوم ما الواحد يتوب بجد. وأعتقد كل اللي داق وطعم التوبة مرة قادرين يميزوا الفرق بين التوبة الحقيقية وبين الكلام اللي هو روتين أو تأدية واجب. ما ياما بنقول أنا أخطيت والواحد مش شاعر أنه عامل خطية، وياما بنقول أنا متأسف حقك عليا، وأنا بقولها يمكن عشان أراضي بيها اللي قدامي، بس أنا نفسي مش عارف أن أنا غلطان، والودي ودي ما أقولوش أنا آسف بس أو يلا عشان الموضوع يعدي. لكن يوم ما الواحد بيحس فعلاً إنه اكتشف ضعفه جواه وندم عليه وتايب عنه وخلاص يعني مش راجع له، يوميها بيحس إنه يعني كان متكتف وتفك، كان عبد والنهاردة بقى حر.